ايه رايك في اللي حصل لمحمد رمضان واللي عمله في الامارات؟ لا طبعا غير موافق على اللي عمله محمد رمضان. طبعا المصريين كلهم محتجين على اللي بيحصل ده. طبعا قرار الوقف ده قرار صائب من الدوله المصريه. لا طبعا كان عارف ناس سهران معاهم وقاعد معاهم وشارب معاهم واكل معاهم مش هيعرف جنسيته او مش هيعرف هو مين، ناس كلها عارفاهم. الله يوقف مدى الحياه باذن الله. طبعا المصريين كلها معترضين على الصوره ديت، لان اكيد محمد رمضان عارف ان هو اسرائيلي، لان اكيد عاشره وعرفه واخد بالك. وطبعا هو يعني مفروض من دخله ان هو ما يرضاش على اللي هو عمله ده. اتمنى ان محمد رمضان يقف نهائي عن التمثيل وعن اي عمل سينمائي. هو اعماله السينمائيه مش كلها كويسه يعني، فيه وفيه، بس اتمنى لان هو دلوقتي الصورة اللي هو عملها دي صورة غلط والمصريين كلها مش راضيين عنها. والله أنا بقول إن ده غلط، وهو المفروض يتحاسب، إن إحنا عمرنا ما هنعمل تطبيع مع إسرائيل. وهو ده لو حد ماتله في حرب أو في الجيش أو لو حضر جيش كان حس بمسؤولية الجيش تجاه الوطن أصلا، لكن هو بصراحة المفروض يتحاسب. والله المفروض هم الرقابة وقفته ده لصالح مصر كلها، ان ده ما ينفعش ان هو يعمل الموضوع ده ايا كان يعرف او ما يعرفش، بس اكيد هو يعرف هو بيتصور مع مين، وان ده ما ينفعش بصراحة ان هو يتصور مع مطرب اسرائيلي. واللي حصل ده غلط، المفروض يتوقف. ويا ما ظلم ناس وقطع عيش ناس كتير، وكان اخرهم الطيار، وقف شغله وقف حاله من غير اي ذنب بسبب صوره. والايام دول اكيد اكيد الايام دول، وده هو اللي هيحصل له ان شاء الله هيتوقف. اللي هو عمله ده خلى الناس كلها زعلت منه، وخلى الناس كلها كمان هو كشخص ماشي بالافلام اللي هو كان عاملها قبل كده والحاجات اللي هو كان عاملها قبل كده، مخدرات ومش عارف ايه، فده كله خلى الاجيال كلها اللي طلع كله بقى بيقلده. واحد زي عبده موتى، زي الافلام اللي هو عاملها ديت، كل دلوقتي بقى شايل سلاح في الشارع، كل ما واحد يجي يتكلم مع حد ليه بيبلطج عليه، اشمعنى محمد رمضان يعمل وده ما يعملش. هي بقت خلاص بقت كده، كله بقى خلاص كله بقى بيمشي ورا النجم اللي طالع الايام دي. محمد رمضان المفروض كفنان او حد كنجم بقى خلاص بقى نجمه عالي، المفروض انا اعمل حاجه بقى قدوه للناس، ابقى قدوه لغيري، ابقى في نفس الوقت حد مش وحش، لا حد كويس، اخلي الجيل اللي طالع ده يمشي ورايا، يمشي ورايا في الصح ما يمشيش ورايا في الغلط. ده الطبيعي، لان في عداوه من زمان مش من دلوقتي، ده من زمن الزمن مش في الجيل اللي طالع كمان ده النهارده. دلوقتي لما الجيل اللي طالع ده دلوقتي انا او غيره او اي حد، او حتى ابويا اللي قاعد في البيت او اي حد كمان النهارده، لما اشوف فنان كبير عندنا في مصر وبيتقال عليه فنان كبير النهارده متصور مع حد في اسرائيل ولا عالم اسرائيل، هيبقى ايه؟ اكيد يبقى كده حد مش كويس، يبقى حد كده بلده مش كويس. والله هو ده الصح، وهو ده اللي كان لازم يتعامل عامه يعني. وانا بحيي كل اللي في النقابه، وبحيي القرارات اللي هم خدوها فعلا، وحاجه جميله جدا بجد يعني. محمد رمضان بصراحة الصورة اللي هو خدها مع الصهيوني ده الإسرائيلي دي مش هينفع خالص. هو رجل كان أول محترم، بعد الصورة دي شفناها بصراحة غلط خالص، عشان إسرائيل دلوقتي عدونا اللدود وبيموتوا الناس في فلسطين، ودي مش بلدهم. وإسرائيل ده أصلا ما كانتش بلد، طلعت كده مرة واحدة كانت تحتل مصر، ومصر بصراحة سدت معاها. النقابة بصراحة أحسن حاجة عملتها اللي شريتك من التمثيل، وبرضه ساعة الطيار اتصورت معاه، وده شغل فازلكة يعني، المفروض ما تعملش الكلام ده تاني، عشان اسرائيل ده عدونا اللدود، واحنا المفروض نقف في ظهرك عشان انت من مصر. بعد كده انت بينت لنا ان انت اتصورت مع اسرائيل وانت عارف، والحفله دي كانت كلها اسرائيليين، يعني مش مفروض تقف في ظهر مصر لحد تصور مع اسرائيل. انت كده محمد رمضان خلاص شوهت لنا سمعه مصر، وبصراحه كده خلاص انت انتهيت.